السلام الله عليكم، مرحبا بكم في قناة كارمين جوليا قارئة التارو والكوتشينا. إذا كنت الأول مرة تشاهد الفيديو بتاعنا، نطلب منك فضلا وليس أمرا أن تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد منزل، سواء فيديوهات توقعات الأبراج أو شتى المواضيع أو إشعارات البث المباشر اللي نعمله للإجابة مجانا على سؤال واحد يخصكم. فمرحبا بكم معنا. النهاردة عندنا للمنفصلين، هل الانسان ده اللي انتم منفصلين معاه، سواء كنت رجل بتتفرج او ست بتتفرجي، هل او ما الذي يجب عليكم ان تفعلوه، او هل هناك صلح ما بينكم؟ حيكون ثلاث مجموعات، لان القراءة حتكون قصيرة شوية لانه حتكون ممركزة على الرجوع. ما الذي يجب عليكم ان تعملوه عشان تصلحوا الرجوع ده، او يكون فيه رجوع بالنسبة لكم؟ مجموعة أولى، الأحرف الموجودة في الشاشة أو البيضاء الزرقاء. مجموعة ثانية، البيضاء الوردية دي أو أول حرف من اسمكم من الأحرف موجودة في الشاشة. المجموعة الثالثة، الحجر الأخضر ده أو أول حرف من اسمكم من الأحرف الموجودة في الشاشة. نبدأ على بركة الله مع أصحاب المجموعة الأولى. ما الذي يجب عليكم فعله لكي تحسنوا أو ترجعوا الإنسان ده في حياتكم مرة تانية، أو يرجع الإنسان ده في حياتكم مرة تانية؟ أول حاجة اللي يجب عليكم إنكم تعملوها إنكم تتوقفون من إنكم تحطوا نفسكم إنكم أنتم الضحايا. زي ما نشوف هنا الست دي ممسوك، يعني مقبوض عليها، وحاطين هنا في الورقة العمل اللي عملته، وسايبينها كده قدام الناس عرضة للسخرية وكل حاجة. هنا أول حاجة لازم يجب عليكم إنكم تعملوه أن تتوقفوا أولا من حط نفسكم إنكم ضحايا، ثانيا تتوقفون من الكلام عن العلاقة بتاعتكم أو عن سبب الانفصال ده لأي واحد يكون قدامكم، سواء كنتم متجوزين أو في علاقة غرامية. فتوقفوا من انكم تحكوا حياتكم للاخرين، فالكلام اللي بتقولوه انتم او الطاقه اللي انتم فيها دي بتوصل للطرف الثاني بتاعكم اللي انتم منفصلين معاه. حاولوا تغيروا طاقه الاحساس ده بانكم ضحايا، انه ناس بتتكلم عليكم، انكم اتظلمتم، انكم كذا 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 كذا. الفئه الثانيه، توقفوا من انتظار الكارما. رغبتكم الشديدة في طلب الكارما وانتم مش عارفين السبب الحقيقي في الانفصال ده بتخص الطرف الثاني، مخلي الانفصال ده ما يقدرش يتوقف وفي يكون فيه رجوع. تمام. طب هل الانسان ده، الطرف الثاني اللي انتم منفصلين معاه، هل هو كذلك يريد تغيير حاجة من نفسه عشان ترجعوا مع بعضكم، أو يريد هذا الرجوع؟ نعم، يريد هذا الرجوع، لكن شايف إنه في فرق كبير ما بينكم، يا إما أنتم في فرق سن ما بينكم أو في مكان التواجد، أو في حاجة حصلت منع الرجوع بتاعكم، فيه ظروف وأسباب مش سايبة الإنسان ده يرجع. عشان كده جاء الكارت هنا بيقول لكم توقفوا من طلب الكارما، لأن الشخص ده عنده ظروف اللي سابته أنه يكون في الطريق، يعني في الانفصال ده، أو يبتعد أكتر فأكتر. تمام. طب ما سبب الانفصال ده حقيقة؟ جلد الذات. زي ما قلت لكم، أنتم بتقولوا أنكم أنتم ضحايا، الطرف الثاني بيقول هو ضحية، كل واحد فيكم شايف ان الغلطة جات من الطرف الثاني، فالغلطة دي ادت على انكم انتوا الاثنين ما قعدتوش قعدة بتاع، يعني ناس عندهم رزانة وتفكير كويس وسليم، على انكم تتحاوروا وتخرجوا بحل يرضي الطرفين عشان تستمر العلاقة. لا، كل واحد فيكم اخذ موقف، وخاصة اذا جاء الموقف ده انفصال ده من ناحية الطرف الثالث، فكل واحد شايف منكم انه ادى كتير في هذه العلاقة
ولم ينل إلا الآلام. ودلوقتي يعني أنتم في تأنيب الضمير لسبب أنكم اديتوا كتير في العلاقة دي. تمام. طب دلوقتي هل هيكون في رجوع إن شاء الله؟ الامرأة المتعبدة التي تشتغل في يعني في ظروف قاسية غالبا هيكون فيه رجوع إن شاء الله. البعض منكم علاقة دي علاقة قدرية من عند ربنا، البعض مش هيفهم ما معنى علاقة قدرية، لأنه تصادف أنه عملت قراءة خاصة لبعض الناس كده، ولما قلت لهم علاقة قدرية قالوا لي يعني مش مكتوبة. لا، القدر قدرية إنها هتحصل، قدرية من عند ربنا أنكم تكونوا مع بعض، لكن العلاقة دي هتكون في ظروف قاسية زي ما نشوف هنا، هتكون في ظروف قاسية. فشوفوا انتوا اذا عاوزين العلاقة دي هيكون فيها رجوع، لكن هتكون يكون الرجوع ده المعيشة فيه قاسية في العلاقة دي. تمام. نشوف دلوقتي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي لأصحاب المجموعة الأولى. الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج السرطان، برج الحوت، وبرج العذراء. 80% برج الميزان، برج الجدي، وبرج الأسد. 60% برج الدلو، برج الجوزاء، وبرج الحمل. أما الأبراج المتبقية 50% سرطان، ثور، وقوس. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثانية. ما الذي يجب عليكم فعله عشان يكون فيه رجوع بعد الانفصال ده؟ غالبا هنا أصحاب الكارت الثاني نشوف القديس هنا سكون في سي، يعني الإنسان ده هو يحكي لهذا القديس ما عمله كإثم عشان ربنا يغفر له السيئة بتاعته، ده عند المسيحيين. لكن الكارت ده بيقول إيه؟ بيقول إنكم يجب عليكم إنكم ترجعوا للطريق الصحيح. أخطأتم في حاجة، حاولوا تفكروا في الحاجة دي، حاولوا تصلحوا علاقتكم مع ربنا وتحاسبوا نفسكم أنتم إيه اللي كان كويس عندكم في العلاقة دي، وإيه الحاجة المش كويسة اللي عملتوها في العلاقة دي. تقربوا من الله سبحانه وتعالى، لأن هنا فيه غلطة غلطتوها أنتم مع ربنا أدت إلى الانفصال ده. ما فيش ملائكة فوق الأرض، لا أنا ولا أنتم، فحاولوا تراجعوا نفسكم للبعض منكم. إذا ما انطبقتش معك القراءة فطاقتك مش موجودة في القراءة. طب هل الطرف الثاني يريد العودة بعد هذا الانفصال أو يصلح من هذا الانفصال؟ الإنسان ده حاسس في حد ذاته أو في قلبه إنه انتصر عليكم، إنه وصل لكم الفكرة إنكم أنتم المذنبين وليس هو في هذا الانفصال، يتلذذ بذلك. غالبا كنتم مع إنسان أو إنسان نرجسي أذاكم كتير وأخذ منكم الكتير، سواء من صحتكم، من وقتكم، من فلوسكم، من طاقتكم، فهو مش عاوز الرجوع إلا إذا كان فيه منفعة بالنسبة لي. طب ما هو السبب الحقيقي في الانفصال ده؟ سبحان الله، شوف المهرج هنا والمهرج هنا. السبب الحقيقي إن كل حاجة كانت واضحة قدامكم لكن أنتم ما كنتوش راضيين تشوفوها. الوضعية دي أو شخصية الإنسان ده كانت واضحة قدامكم، انتم ما كنتوش عاوزين تتقبلوا بالحقيقة دي، وكنتوا فاكرين انكم تقدروا تغيروا من شخصية الانسان ده. ده هو السبب الحقيقي في الانفصال، لانكم لو تقبلتم الحقيقة من الاول وعارفين ان الانسان ده مش كويس وانفصلتم انتم ما كنتوش وصلتوا للخسائر اللي انتم فيها دلوقتي العاطفية. تمام. طب هل هيكون فيه رجوع؟
العلاقة دي فيها مشقة وليس ولم يكن فيها رجوع. لا يحمل الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فحاولوا تصلحوا من ذاتكم عشان ربنا يحط لكم في طريقكم إنسان يليق بيكم إن شاء الله. نشوف دلوقتي ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي. 100%، 80%، 60%، 50%. 100% برج الدلو، برج العذراء، وبرج السرطان. 80% برج العقرب، برج الثور، وبرج الجدي. 60% برج الجوزاء، برج الجدي، وبرج الأسد. أما الأبراج المتبقية برج الحوت، ميزان، وبقوس. 50%. نمر دلوقتي لأصحاب القراءة الثالثة اللي اختاروا أول حرف من اسمكم من الأحرف الموجودة في الشاشة أو الحجر الأخضر ده. إيه اللي لازم تغيروه من يعني من العلاقة أو من الانفصال ده عشان يكون فيه رجوع؟ قال من أصحاب القراءة الثالثة، انتم يعني شايفين الكهرباء فيها الزائد والناقص، الزائد والزائد ما يمشوش مع بعض، الناقص والناقص ما يمشوش مع بعض، فانتم والطرف الثاني بتاعكم ماشيين في 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 نفس التفكير، في نفس الطاقه، في نفس طاقه الغضب. يعني انت كلمه هو كلمه، انت كلمتين هي كلمتين، دايما تصادم في الافكار، تصادم، فرق في المكان التواجد، فرق في شاسع ما بينكم، والفرق ده هو اللي أدى إلى الانفصال. يجب عليكم يعني هنا في الكارت ده على إنكم تعرفوا تتعلموا لغة الحوار. مش هو ما كملش الكلام تدخلي تتكلمي أنت، أو أنت ما خلصتش كلامك وهو يدخل يعاقب على كلامك وكذا، مش هتوصلوا لنقطة تانية. لا، الاتنين أنت زعلان أقعد زعل، أنت زعلانة أقعد مزعلانة، مفيش لغة الحوار البناء ما بينكم. فيجب عليكم انكم تحسنوا في طريقة ايصال الفكرة بتاعتكم بدون ما تدخلوا في الغضب او في النرفزة او في حاجة تانية. تمام، نسأل سؤال اخر. هل الطرف الثاني ده يريد العودة او يريد يغير في هذا الانفصال؟ لا حول قوة إلا بالله. الإنسان ده شايف إنه إدى في العلاقة دي فوق اللازم، إنه ضحى بأعز حاجة كانت عنده، لكن مفيش فايدة. وغالبا الشخص ده كان بيعمل أسحار عشان يجذبكم أنتم، أو تخاطر عشان يجذبكم أنتم. الإنسان ده حاليا مش عاوز يكون فيه رجوع. تمام، طب ما هو السبب الحقيقي للانفصال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كارت عبادة الشيطان، الصليب المقلوب. غالبا في طاقة سحر فرقت ما بينكم، سحر التفريق فرقوا ما بينكم. طب هل حيكون فيه رجوع ما بينكم؟ للأسف لا، أنتم مصابين بسحر التفريق أو سحر عدم الزواج، فالعلاقة دي حتى ولو أنتم عاوزين ترجعوا لازم يجب على السحر ده إنه يتنزع عشان يكون فيه رجوع. تمام، طب ما هي الأبراج التي تنطبق عليها القراءة دي؟ 100%، 80%، 60% و50%. 100% برج الدلو، برج السرطان، وبرج العقرب. 80% برج الثور، برج الميزان، وبرج الحوت، وبرج الأسد. 60% برج الحمل، برج الجوزاء، وبرج القوس. أما الأبراج المتبقية برج الجدي وبرج العذراء. 50%.
إلى هنا وصلنا لنهاية هذا الفيديو، أتمنى أن القراءة عجبتكم، فما تنسوش تدعموا القناة باللايك والشير والسبسكرايب، واللي عاوز يقرأ يحجز قراءة خاصة مثقفة مفصلة ما عليه إلا التواصل بنا عبر الإيميل أو الفيسبوك، الرابط موجود تحت في صندوق الوصف أو في الشات مع أدمنات القناة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى الملتقى، مع السلامة.